البيت نجاني داء لك ماما، انا مزوجة فيك ماما خديجة، الله يسهل عليك لما رامي بنتك ورافي بيالك انت تتشوفيني توصلي معايا لانك انت راه باقيه في الحياه. راه ماما انا مزوجة فيك، انا راه بنتك راه ما متش، انت راه مشيتي على اساس انني مت ولكن انا هي. ماما عطتيني لحد الطلاب الله يرحمها هي وبنتها سعاد، وعطتني المحجوبه المراه السمراء. انت هاد الناس كلهم عرفتي سميتهم ماما، وعطتني لهم المراه السمراء ماما. كنتي بغيتي تسميني اميره ماما، وجبتي لي معاك الكورميطه فيها سميتي اميره ماما. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند رجاء، رجاء من مدينه مراكش، ربطت بين الاتصال وتلح ان تجي للدار البيضاء تروي لنا القصة ديالها. رجاء عندها 32 سنة، كبرات، عاشت حياة عادية، تزوجات، عندها وليدات. في لحظة من اللحظات كيطلق الزوج بسبب هذا المشكل اللي غنتناولو، وكذلك في الأواخر ديالها تولدت الوليدات تكتشف أنه الاسم الكامل ديالها ماشي بنت دوك الناس، بنت ناس أخرين. تبعوا معايا. رجاء عاودي لي القصة من الأول. السلام عليكم بعدا، وشكرا لكم على انكم استقبلتوني وعطيتوني شويه من وقتكم. انا الاسم ديالي رجاء، جيت من مراكش لسبب ديال واحد المشكل اللي عندي اللي عوق لي حياتي كامله. بعد ما انني كنت انا عايشه حياه طبيعيه بحالي بحال اي بنت كانت صغيره كتعيش الطفوله ديالها. المهم من صغري رباوني واحد الناس وبقيت معاهم، مات الاب اللي رباني في 97. بدات المعاناه ديك الساعه من بعد مع الام ديالي اللي مربياني، لانها كانت امراه فقيره والاب ديالي كان مربيني هو اللي كان انسان ميسور. بقيت عايشه معها، تعرضت لبزاف الحوايج، وليت كنخدم في الدور انا صغيره باش نقرا باش ندير ما بين قرايتي والمصاريف جوله. تعرضت لبزاف الحوايج اللي يقدر اي واحد ما يقدرش يتخيلهم. نتوما غادي تعرفوا طبيعيين انه الناس اللي تيخدموا في الدوره شي يقدر يتعرضوا لهم، كاين اللي تقدر يغتصبك شي واحد، يقدر اللي يشدك بالعنف، هذا الشيء كله مريت منه. المهم المده هذه فاش كبرت شويه وصلت 14 سنه تزوجت، لانني كان عندي انفكاك اسري، ما كانش عندي فين نقعد ولا اللي يصرف عليا ولا اللي يهزني. انني فضلت انني نمشي نتزوج، حتى الا ما تزوج كان عندي جوج الخيان، ما نتزوج ولا نخرج للزنقه، وحده فيهم هي اللي كانت عندي. المهم تزوجت بيه، ولدت معاه الاولاد، كنت نعرف هي الدار والولاد، ما كنتش عارفه لا شنو هي الزنقه ولا نخرج ندير شي حاجه ولا اي حاجه، ما كنتش تنعرفها. تنعرف هي الدار والولاد، بقيت معاها حتى ولدت معاها اربعه الوليدات. من بعد سنه في 2010 بداو تيوقعوا مشاكل بيني وبينه، تبتل عليا ولا كانت، المهم كان تيتعامل معايا بزاف بالعنف، كيضربني كيدير تيستعمل جميع انواع العنف معايا انا وقدام ولادي. من موراها في 2012 تنتفاجئ واحد النهار بواحد الخبر، جات عندي واحد السيده كتقول لي بلي انني هذوك الناس بلي راه ماشي والديا وبلي راه والديا هما ناس اخرين. وفعلا داتني للبلاصه فين كاين الاب ديالي الحقيقي اللي هو انسان معروف انسان معروف بزاف، عائله عريقه. منين عرفت انايا مشيت لعندهم وبديت تنحاول نتواصل مع العائله ديالي، مع عماتي، خوت الاب ديالي اللي انا تنقول هو الاب ديالي البيولوجي. دخلت عندهم، بداو تيدخلوني عندهم، بديت تنتواصل انا وياهم، بداو تيعاودوا لي تنسولهم على الام ديالي. قال لكم الام ديالي ما عارفينهاش لا فين ساكنه ولا علاش تلقى بابا ولا علاش وقع هذا الشيء. ولقيتهم وما عارفين بانني انايا تزاجيت ومت، حيت هذه الحلقه حتى هي مفقوده، كيفاش انا تزاجيت ومت وبا فين هي الجوج، ما سولوا ما فهمتي، ما حتى شي حد عند شي حاجه كاينه تما، شي سر تما، شي لغز ما عرفتوش اشنو هو. منين بغيت نلجأ للقضاء الباب اللي مشيت ليه كيتسد فوجي، حتى محامي ما بيوقف معايا، حتى شي حد ما بيوقف معايا، وانا مرا لا حول ولا قوه، لانني انا مقابله اربعه الاولاد بوحدي، ما عنديش يعني الام ولا الاب ولا الاخ ولا اللي غتحضن عليا
ولا غادي يعاونني عليهم ولا كلشي مني انا. يعني ما يمكنش انايا نصير واش نصير عليهم ولا نخلص لهم كراهم ولا نقلب على المحاميه. ما يمكن انا ما عنديش دوك المصاريف ديال هذا المحامي اللي بغيت نشد انايا ضد هذه العائله، لان هذه العائله مقتصره وهذه العائله حقروني وهذه العائله نقصوا مني وهذه العائله حاولوا يكسروني ويقتلوني بجميع الكلمات والصفات باش تلاقيت معاهم. هما بيني وبينهم معترفين، ولكن قدام القانون ما قال لك ما كاينش شي واحد اللي غادي يقدر يتحاسب معاهم ولا يقول لهم يقولوا شي حاجه بز منهم. فهمت معاك بزاف، كاينين بزاف الاسئله غنشوفهم انا وياك. السؤال الاول، الراجل طلق منك بسبب اش؟ ملي اكتشف بانك انت ماشي بنته ولا تيقول لي تعقدني تيقول لي قدام الخوت وقدام الجيران لا خيطه، انت كاع ما عندك حتى الوالدين، انت جبتك انا اصلا هي من الزنقه، لانني انا حتى الزواج اللي تزوجت ما تزوجت، كي البنات تيتخطبوا تيديروا العرس وتيشدوا الصداق ومشيت غير هكاك بيليك. واش فهمتي؟ واخا غادي تعاودي لي على السيده اللي كبراتك ياك، كيفاش تخداتك وشكون هي اللي عطاتك اللي عطاتك انت لهاد المراه، وفين وصلتي في الاول تعرفتي هاد المراه اللي خداتك من يلاه دزتي من هنا؟ كنت قاعده ما بيا ما عليا حتى جات عندي هاد السيده هادي تقول لي اللي جابت لي الاخبار ديال الحقيقه ديال حياتي الشخصيه، وهي تقول لي بان راه هذيك السيده راه ماشي هي الام ديالك، وراه الام ديالك ها كاين راه كان واقع لها المشاكل مع الاب ديالك اللي هو فلان اللي قلت لكم، وراه شي مشاكل وقعوا اللي خلاوها انها تعطيك باش تطلق منه باش تمشي فحال باش ما تبقاش عندها شي صله معهم، لان مرات الاب ديالي ولا عماماتي ولا كاع هادو كلهم داخلين في هذه القصه هذه، كلهم عندهم يد في هذه الجريمه ديال تتسمى جريمه، لانه حتى في الوراق فاش بيحطني السيد اللي رباني داير كلشي مزور حطني في حاله المدنيه انني بنته. واش فهمتي؟ ولكن انا ماشي بنته، انا ما تنطلب حتى شي حاجه لانني دقيت شحال من باب وكلشي مدد فوزي، انا تنطلب بلادين من هاد الشيء. كبيت خوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، اخوتي المغاربه الا ما عنوا فيا وقفوا معايا وتعاملوا معايا باي حاجه اللي بغا تخليني انني نوصل لحقي، انا ما تنطلب حتى شي حاجه من غير حقي الحقيقي المدني، شي حاجه ديال الله اللي من عند الله، ماشي بيت شي حاجه من عند شي حد ولا بيت نتبلى على شي حد وتنقسم بالله العلي العظيم. انا ما كنكذبش، واي معلومه قلتها وتنقولها وانا متقنه منها وانني متحمله مسؤوليتها حتى قضائيا، ما عنديش المشكل. انا هاد الناس هادو قهروني وقتلوني في صغري وعاودوا بيقتلوني في كبري. اللي كان ممكن تكملي معايا التفاصيل اللي غنشوف معاك، صافي غنمشيو هناك شويه بشويه ان شاء الله ونتوفقوا. هاد المراه اللي كبراتك قلتي واحد المراه هي اللي عطاتها لك، شكون هي هاد المراه؟ هاد المرأة كانت تطلب كاع تنطلب والله جميع، كانت تطلب في جهة الفيلا ديال الأب ديالي، وتلاقات مع ماما تكونيكتات معاها وهي اللي جابتها قعدتها مع ديك السيمانة الأخرى اللي بغات تولدني فيها، حتى ولدتني وحطتني ومشات رجعت للفيلا وتواصلوا معاها، مشاو لعندها حتى الفيلا كانوا تيمشيو عندها وتيجيو، وهي من مورا هادشي دازت شي شهر رجعت كانت بغات تردني بغات تديني عندها، وقالت لها اش عطاتك هي ديك الساعة علاش؟ قالت لهم بغيت فين نحط بنتي حتى نولد ونقاد اموري نطلق ونجي نتاو نمشي الوقيته اللي رجعت هي بغات تديني الام ديالي الله يسمح ليها. واش فهمتي؟ هي غلط كبير دارته. قالت لها راه البنت اللي عطيتني راه مات، انت قالت لها البنت اللي عطيتني راه مات، عطيتها لي مريضه حيت انا تزاجتني مريضه فهمتي، قالت لها البنت اللي عطيتني راه مات، الام ديالي مشات على اساس انني مت. دابا منين مشيت انا تواصلت مع عائلتي بغيتهم يعطوني شي حل. انا غنجي معاك للعائله الثانيه، خلي العائله الاب ياك اللي هو توفى هو راجل ديال القانون. واخا هاد الخيط الاول ديال الام، هاد السيده اللي قلتي كانت كطلب فين كاينه دابا؟ مات، بقات هي بنتها هي اللي جابت لي التصاور والمعلومات. وهاد بنت هادي شنو هي المعلومات اللي قدرت تساعدك دابا باش توصلك للام؟ ما قدرتش توصلني للام، لان الام ديالي ما اصلا ماشي بنت مراكش. مين؟ طنجاويه. فهمتي؟ هي من طنجه والاب ديالي كان ساكن في مراكش، كانت ساكنه معاه تما في الفيلا ديالو، يعني منين مشات تحت ما عرفش ليها الخيط ديالها فين كاين ولا ما بيعطوني لا كنيتها ما بيعطوني لا فين تسكن ولا شكون هما عائلتها ما بيعطوني، هما تيقولوا تينكروا قال لك ما عرفنا عليها والو، حنا عرفنا هي فاش تزوج بها ما كانت معنا حتى الكونتاكت، قال لك عرفنا فاش تزوج بها فاش تطلق، قالت لك ما عرفناش جينا قالت لك لقيناها طلقها، قلنا ليه علاش؟ قالت لك ما شكون اللي كيعاود لك هادشي؟ عمتي. هاد عمتك هادي ما قالتلكش الاب ديالك الله يرحمه هو توفى، ما قالتلكش شحال ديال الزوجات كانوا عنده في هذيك الوقيته؟ كانت عنده الزوجات ديالو المراه الاولى موت خوتي
اللي هما ثلاثه جوج بنا جوج ولاد وجوج ولاد وبنت، والام ديالي صافي هي اللي كاينه حنت الام ديالي المره الثانيه. من بعد ما المره الاولى طلق الطلاق الثالث. دابا ملي مشيتي انت عند هاد العائله وقلتي لهم اودي انا وصلت لهاد الحقيقه اللي هما الابناء ديال الاب ديالك، شنو كيقولوا لك؟ ما بغاوش، الام ديالهم رافضه بتاتا ومسيطره عليهم انهم يتواصلوا معايا. الام ديالهم قادره بزاف، قادره ومقتدره فهمتي، المهم قادره بزاف لواحد الدرجه ما تجيش تقدر تخيلها كتحاربني بالجاه والمال ديالها، واش فهمتي؟ محارباني من جميع الجهات، ما مخلياش ليا منين ندخل عند اي محامي تخيل حتى لدرجه المحامين ينفوا تنقول لهم السميه تيطردوني. واخا انت دابا اللي بغيتي تعرفي هو الام ديالك وهذا الاب واش هو الاب ديالك؟ انا متيقنه 100% بانه الاب ديالي، لانني من بعد ما عرفت في 2012، من 2012 حتى العامين هادي عاد درت هاد الجهادي، لانني بقيت كنمشي كنسول، بقيت كنسول باش نتيقن عاد نخرج نهضر، باش ما نجيش نقول شي حاجه اللي غادي ندم عليها، لان الانسان حتى لو بيقول شي حاجه خصو يقول شي حاجه اللي متيقن منها. يعني انا قمت بخطوات قبل ما نبوح، قمت بخطوات ديال البحث وبالاستفسار وتنسول وتنربط الحدث مع الحدث، تتيقنت وتتيقنت من كلام العائله الحقيقيه ديالتي بالضبط، تيقنت منهم من فمهم بانهم انا بنتهم. عاد انايا درت هاد الشيء، ولكن هما ما بغاوش يوقفوا معايا على قبل الطمع، على قبل الطمع، هما ما باونيش نكون فزت منهم على قبل، قال لك ما باونيش نورت معاهم. ولكن انا فاش جيت تنسول، انا جيت تنسول كابنه كانسانه بغيت تعرف حقيقتها، بتحيد هذيك الحرقه اللي في قلبها، واش فهمتي؟ انا ما هماني حتى شي حاجه، انا دابا تنطلب ابن الناس المسؤولين، الله يسهل عليكم، الا ما شهدتي تلفت فيا ويجي ليا ولو هي طغره، هي طغره منين ندخل، حنت راه الا ما عاونتونيش وما وقفتوش معايا قانونيا في القانون باش بتعرف وني انا راه واش نيت تنقول صح ولا لا، ديك الساعه حكموا عليا، الله يسهل عليكم ويجازيكم بخير، تهضر معاكم خدكم ومقهوره كل القهر، الله يسهل عليكم. وانا هنا بيت نوجع نداء ليك ماما، انا مزوقه فيك ماما خديجه، الله يسهل عليك، لما رامي بنتك ورافي بيا لك انت تتشوفيني تواصلي معايا، لانك انت راه باقيه في الحياه. الهره ماما انا مزوقه فيك، انا راه بنتك راه ما مت، انت راه مشيتي على اساس انني مت، ولكن انا حيه، انا عطيتك فرصه باني يا ماما باش هاد العائله هادي تسكت كامله، راه ماما عقروني، راه ماما راه جميع الطرق ديال الكلام ديال العرف اللي تيدمر من الداخل ومن على برا سمعتو منهم، وما مستعرين بيا، ولكن انا شنو هاد النبي، انا ماما ما درت والو. واخا قولي لي من عطاتك هي، من عطاتك؟ ماما عطتني لحد الطلبه الله يرحمها هي وبنتها سعاد، وعطتني المحجوبه المراه السمراء. انت هاد الناس كلهم عرفتي سميتهم ماما، وعطيتي لهم المراه السمراء ماما، كنتي بغيتي تسميني اميره ماما، وجبتي لي معاك الكورميطه فيها سميتي اميره ماما. ماما حني فيا ماما، انا مزوقه فيك، حني فيا ماما، راه انا انت هي الحل ديالي باش انايا نوصل للحقيقه، باش انايا ديك العائله تعترف بيا، باش حتى انا نشد النسب ديالي ديال الاب ديالي ماما، انا مزوقه فيك ماما، الله يسهل عليك. رجاء شكرا لك، نطلب الله سبحانه وتعالى يفرجها عليك يا رب. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، رجاء كانت واضحه في الامور، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، هي تزات عند عائله تكتشف في الاخير ان ماشي الابنه ديالهم، كما صرحات الطرف اللي عطاها معلومات مهمه في الموضوع، وهي السيده اللي خدات رجاء من عند الام ديالها ملي تزادت، هي المعنيه بالامر توفات، ولكن الابنه ديالها كانت عاطيه معطيات اللي بحثت على رجاء وقالتهم ليها. رجاء تطالب بلاديان، تطالب بالحق ديالها من هذه العائله. الهدف ديال رجاء في الموضوع هو تعرف النسب ديالها من الجانب الاول، والجانب الثاني من الام، من هي الام، كذلك الناس ديال طنجه اللي شوفوا معنا هذا الفيديو وشوفوا هذه الملامح اللي ممكن تبان هذه الام اللي حتى هي دات في الدين ديالها انه الابنه ديالها ماتت وهي لا زالت على قيد الحياه. مشاهدينا الكرام، رجاء تحملت مسؤوليه صعيبه، الزوج تخلى عليها عندها الوليدات،
للتواصل معها غادي نوضعوا رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. كل من ساعد رجاء في هذه الظرفيه من اجل الوصول للمبتغى اللي هو اين هو ابي واين هي امي. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص موضوع رجاء. مشاهدينا الكرام، تعليق مواطن، شكرا لكم.